اسمع من آخر كلام. لا دراسة هذا العام. يلي ساكت ساكت ليه؟ حسن داوود بسيون غربية. احنا طبعا بنقول ان الاهتمام بالمعلم هو الاهتمام بالمنظومة كلها بتاعت الدولة. يعني اللي ما بيديش دروس خصوصية بيشتغل مهنة تانية، بيشتغل فلاح، بيشتغل اجير عند اي حد، يعني المدرس بيشتغل اجير عند الطالب بتاعه. احنا ده موجود عندنا في البلد. فطبعا اذا ما كانش بيدي دروس خصوصية فهو بيشتغل يا اما سائق عربية، يا اما سائق توك توك، يا اما بيغفج، يا اما نجاش. انا محصور محطوط في المعصرة، بعد ما بخلص حصصي بطلع اشتغل يومية، بطلع اشتغل في اي حاجة عشان اكل الاولاد. طيب ابص الاقي الطاقة بتاعتي طلعت بره المدرسة، يبقى هم منتظرين مني اعلم الاولاد. طب انا مش عارف اكل عيالي، اعلم الاولاد ازاي؟ بيطلع الناس في الاعلام مش حاسين بالقضية بتاعت المعلم، بيقول لك التلميذ في الابتدائي ما بيعرفش يقرا ولا يكتب. ده مش عيب معلم، ده عيب قانون، لان انا غصب عني كمعلم الولد في الصف الاول الابتدائي بينجح بحكم القانون على لو ما بيحضرش ولا يوم. محمد عبيد اخصائي اجتماعي باداره تي البارود التعليميه محافظه البحيره. حضرتك انا عايز بس ادي لمحه بس للمستشارين والوزراء والبهوات اللي قاعدين في المكاتب المكيفه، انا عايزهم يبصوا على المدرس اذا كان مئات او الاف اللي موجودين هنا دلوقتي، يبصوا على لبس المدرس اللي لابسه المدرس، ده هيدل على المستوى الاجتماعي اللي عايش فيه المدرس. وحضرتك وانت بتصور دلوقتي انا عايز حضرتك الكاميرا بتاعتك دي تجول بيها كده بين المدرسين وتركز على لبس المدرسين. لبس المدرس بيدل على المستوى الاجتماعي والمعيشه اللي هو عايشه. كل ده من ايه؟ ناس بتاخد الاف بل مئات الالاف في مكتب السيد الوزير المستشارين وفي جميع وزارات الجمهوريه، ومعلم بيشتغل يا اما الصبح بيشتغل سباك او حداد او حلاق او فلاح او بيشتغل سمكري، وبعد الظهر المطلوب منه انه يعلم. بيقول لك بيجيبوا بترول، البترول ده بيطلعوه منين؟ بيطلعوه منين؟ من بطونهم؟ ده بيطلع منين؟ قناة السويس لمين؟ اديني 100 جنيه، اديني 100، ادي للناس كلها 100 جنيه والناس كلها تروح، بس بشرط نفس المال في جميع الوزارات ياخدوا نفس البرد. لكن ما يبقاش انا اخد 100 جنيه وناس ثانيه بتاخد 100,000. البشرات اللي قاعدين جوه في التكييف بياخدوا 100,000 و200,000. لسه في ناس لغايه دلوقتي، لسه في ناس لغايه النهارده ما اتطبقش عليهم حتى النهارده. فان تثبيت العاملين بالتعاقد سواء العقد المميز او العقد العادي، لان مرتبهم بياخدوا 100 جنيه و300 جنيه كلام بسيط جدا، ما يقدروش يعيشوا بهذا المبلغ يعني. يتثبتوا ان شاء الله وياخدوا المرتب او الحد الادنى من المرتبات. محمود عرابي عضو لجنه نقابيه ومدير مدرسه الشهيد عبد المنعم رياض الاعداديه. اقسم بالله العظيم عايزين ندي دروس، اقسم بالله العظيم انا ما عايز ادي دروس، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيجبرنا على ندي دروس. انا راجل مدير مدرسه النهارده بنزل من عربيتي بلف على البيوت. أنا غير راجل هذا الوضع. ميزانية الدولة بقول 560 مليار، ميزانية التعليم 62 مليار. دي ميزانية من أدنى الدول، تخلف، ما طلعش علم، ما فيش بحث علمي. فإحنا بنطالب بتغيير المنظومة وتعديلها وتطوير المنظومة. باين على شكلنا إن إحنا هنا قمة الذل، قمة المهانة، قمة الظلم، قمة القهر. اللي إحنا بنشوفه ده يعني وكأننا ما احناش مصريين خالص بالمرة. إحنا عاوزين تبقى 25% من ميزانية الدولة، لكن ما هو قائم وما هو موجود يعني لا يطفئ ظمأ العصفور. انا واحد من الناس اللي انتخبت الدكتور مرسي. النهارده بندم ان انا انتخبت. من الاخر. لا ما هي كده، ما انت دلوقتي عيشني. وجهه نظر عيشني يا استاذ عيشني انا والوعود اللي انت وعدت بيها، نفذها. الدين عبد الحميد الامام مدرس ثانوي من يتسمنوت اجد عتيه. المعلم ايام الثوره ما عملش اي ثوره وطلب اي مرتب حفاظ على البلد، ومره حاول يتكلم خلوا اولياء الامور تشتم في المدرسين وتزف المدرسين. انا هكلمه من الناحيه الدينيه. سيدنا عمر عبد العزيز لما تولى الحكم زوجته دخلت عليه لقيته بيعيط، فقالت له انت بتعيط ليه؟ قال لها لاني اخاف ان يسالني ربي عن السائل والمحتاج والمسكين والمريض فماذا اقول له؟ دولت ناس جم يسالوه حقهم فين؟
هيرد على ربنا يقول له ايه؟ هيقول ان انا عملت ماتش السوبر امبارح وكلفته ملايين والناس دي ما جبتلهاش حقها. هيقول ان الحد الاقصى للاجور مش هطبقه عشان في ناس اقوى مني في الدوله لما شال طنطاوي وشال الناس الكبار في البلد. ايه الحجه بتاعته؟ ايام حسني مبارك لما يجي لنا اي قرض بيحصل عليه شروط، من شروط القرض برضو ان هو يتعمل مشاريع هم بيعملوها بيستفيدوا منها اكتر، يعني القرض ده فايده لهم وتشغيل لهم في الفلوس عننا احنا. انا صبري بطل في اداره شرق اسكندريه. احنا يعني كمعلمين مصري بنطالب بابسط الحقوق ان احنا بنحقق اهداف الثوره بين العداله الاجتماعيه، واي مجتمع في العالم عمره ما هينهض من غير نهضة التعليم، ونهضة التعليم عمرها ما هتتحقق الا بنهضة المعلم نفسه. مفيش نهضة للمعلم يبقى عمره ما يبقى فيه نهضة. الموازنة لازم نسبة التعليم تزيد توصل على الاقل 25% عشان يبقى فيه نهضة. ماليزيا والدول ما نهضتش الا لما اهتموا بالتعليم في بلدهم. القرض ملوش لازمة. اولا في حاجة كان اسمها الصناديق الخاصة اتكلموا عليها، راحت فين الصناديق الخاصة وعمالها راحت فين؟ سمعنا عنها الكلام بعد كده اختفى. في موارد في البلد بيجيب فلوس يا منجم السكري بتاع الذهب فين؟ فين حاجات ياما في موارد داخل البلد. الاراضي اللي استولى عليها الجماعه اللي هم في الحزب الوطني السابق والرموز الفساد السابقه، الاراضي دي ليه متسابه والمحاكمات ليه لا تعجل؟ فين القضاء؟ انتوا ليه صابرين على الناس دي؟ الناس دي تتأمم، الاموال دي اموال شعب. في قرارات ثورية لازم تطلع، رد الأموال للشعب واعمل بيها نهضة. البلد مليانة فلوس، احنا مش محتاجين قرض. لا، من جميع محافظات مصر، من جميع محافظات مصر، من الشرقية ومن المنوفية ومن أسوان ومن الصعيد، من الصعيد كله، من وجه بحر وجه ابن كله، والقاهرة والجيزة، مش عايزين نقول محافظات ولسه محافظات، جميع محافظات مصر موجودة النهاردة. أهلا مدرس محترم، أهلا مدرس محترم، مش عفريت نازل تنطيط، مش عفريت نازل تنطيط، التكليف للتربية مش بواسطة محسوبية، مش بواسطة محسوبية.